انهار جزء من طاق كسرى أو إيوان كسرى والموجود في قضاء المدائن جنوبية بغداد بسبب الإهمال الحكومي لهذا المعلم التاريخي الذي يعبر عن زوال ملك الفرس كسرى بالعراق بعد الفتوحات الإسلامية. فلنشاهد. معلومات أكثر في هذا المقطع الذي ستشاهدون بعد قليل عن إيوان كسرى أو طاق كسرى كما يعرف محليا، هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى يقع جنوبي العاصمة العراقية بغداد، ويقع في منطقة المدائن التابعة إداريا إلى العاصمة، وتعرف محليا ولدى العامة بسلمان باك على اسم الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه المدفون هناك. طبعا هذا البناء بني سنة 540 للميلاد. فنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم احنا بإيوان كسرى او ما يسمى طاق كسرى، بالفارسية إيوان خسرو انو شروان، هو قصر كسرى الاول بني في 540 للميلاد، هذا ما تبقى منه او هو ما يسمى قصر الابيض في مدينة المدان. يعني ثم بالمحليه هو سلمان باك نسبه الى الصحابي الجليل سلمان الفارسي. هذا يعني ارث تاريخي، ولكن